كاتبة جزائرية خاضت في مأساة الإنسان وأحلامه البائسة، من أكثر الكتاب العرب نجاحاً في عصرها. ولدت في 13 من أبريل 1953 بالمنفى تونس بسبب الاحتلال الفرنسي للجزائر. ابنة مناضل الحرية محمد الشريف مستغانمي أحد أعلام الجزائر، شارك في الثورة التحريرية، تقلد عدة مناصب سامية في الدولة الجزائرية، أبدع حبر أحلام فشكل عدة لوحات أدبية باللغة العربية. كانت أول جزائرية تكتب رواية باللغة الفصحى. في فترة السبعينيات نحتت أناملها أنغاماً شعرية على مرفأ الأيام ولحظة عري. روحها الجزائرية عصفت بها إلى مقاومة الجزائر للهيمنة الأجنبية وللمشاكل التي مرت بها، فأصدرت أول رواية لها ذاكرة الجسد التي شكلت حدثاً بارزاً في المشهد الروائي العربي، وبيع منها أكثر من 1,000,000 نسخة، وبلغت مجمل طبعاتها 34 طبعة. بعدها رواية الأسود يليق بك، والتي حققت نجاحاً كبيراً وبيع منها أكثر من 100,000 نسخة خلال الشهرين الأولين لصدورها. ترجمت إصداراتها الأدبية إلى عدة لغات أجنبية، ومن بين رواياتها رواية ذاكرة الجسد التي حولت إلى مسلسل تلفزيوني عرضته العديد من الفضائيات خلال رمضان 2010. حصلت أحلام على عدة جوائز وطنية ودولية، من بينها جائزة مؤسسة نور لأحسن إبداع نسائي باللغة العربية في القاهرة، وكذلك بجائزة نجيب محفوظ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها ذاكرة الجسد. كما منحتها مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة وسام تقدير، وكرمها في السنة نفسها الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم العلم. أبدعت أحلام وشكلت العديد من الكلمات والمعاني بالأحرف العربية. الأحلام التي تبقى أحلاماً لا تؤلمنا، نحن لا نحزن على شيء تمنيناه ولم يحدث، الألم العميق هو على ما حدث مرة واحدة وما كنا ندري أنه لن يتكرر، من روايتها الأسود يليق بك. أصبحت امرأة حرة فقط لأنني قررت أن أكف عن الحلم. الحرية أن لا تنتظر شيئاً، والترقب حالة عبودية، من روايتها فوضى الحواس. ثمة نوعان من الشقاء، الأول أن لا تحصل على ما تتمناه، والثاني أن يأتيك وقد تأخر الوقت وتغيرت أنت وتغيرت الأمنيات بعد أن تكون قد شقيت بسببها بضع سنوات. عن نسيانكم.